أفكار ورؤى للاستثمار الرياضي اللي احنا قلناها برضو في البرنامج الانتخابي بتاعنا تأسيس شركات ل باسم النادي الاهلي. الشركات دي انا عايز اتكلم على كل شركة بس قبل ما اتكلم اسيب برضه رئيس مجلس إدارة كل شركة يقول رؤيته وبعد كده انا هعلق عليه بس برضه هنا عندي الأستاذ ياسين منصور. عنده ظروف خاصة هو بره مصر، والوزير يحيى راشد برضه عنده ظروف خاصة مش معانا، لكن معانا لايف بقى المنشآت الرياضية والاستاد، فاحنا الأول بس نسمع ياسين بيه وبعد كده أرجع لحضراتكم. مساء عليكم جميعاً. الحقيقة في البداية عايز أرحب بحضراتكم وأحب أعتذر لكم طبعاً عن عدم تواجدي لأني متواجد في الخارج. أه فالحقيقه انا اسف جدا اني ما حضرتش بس الكابتن خطيب طلب مني انه اديكم نبذه عن الشركه فده اللي هقوم بيه النهارده ان شاء الله. أه الحقيقه خليني كده احكي لكم كده القصه ابتدت ازاي. ابتدت أه القصه دي بالنسبه ليا لما اتصل بيا الكابتن خطيب من حوالي ست شهور كده وقال لي على موضوع الشركه وقال لي نحب تبقى انت رئيس الشركه الحقيقه كان من أقصر المكالمات اللي أنا وكابتن بيبو كلمناها، وافقت فورا لأن طبعا النادي الأهلي ده بنعتبره بيت العيله الكبير، والنادي الأهلي ده عدى عليه الحقيقه عظماء كتير جدا، عظماء من زمان من يوم ما ابتدأ لحد النهارده في إخوه عظماء في النادي الأهلي بيشتغلوا وبيحافظوا على كيانه وعلى اسمه دايما، عشان الحقيقه. الـ الـ الشركة طبعا هي حملها ثقيل جدا وكان ضروري ان احنا اجيب معايا اعضاء مجلس اداره ذو اه ثقل والحقيقه ربنا اكرمنا باثنين اه لحد دلوقتي في مجلس الاداره وطبعا بعد فتره اه هنبتدي نزود اعضاء مجلس إدارة لكن عايزين نكون دقيقين جدا في الاختيار الاثنين اللي معانا دلوقتي طبعا هم غنايه عن التعريف المهندس مصطفى فهمي والكابتن حسام غالي أنا على فكرة كنت محضر جزء من السي فيز بتاعتهم إن أنا أحكي لكم عليها. لكن وجدت حسبت الوقت كده لقيت هتاخد حوالي 15 دقيقة. فطبعًا بالنسبة لكم وبالنسبة لوقتكم وقت مجلس الإدارة وكابتن الخطيب هيبقى طبعًا صعب جدًا إني أعمل كده. وبرضو الحقيقة معانا الأستاذ عمرو شاهين وده جيل صغير يعني هو على الأقل صغير بالنسبة لي يعني هو الراجل يعني كبير المقام صغير السن. الحقيقه انا بعتبره مكسب كبير جدا 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 وفي ميزه في المجلس في تكوينه لحد دلوقتي ان هو مكون تقريبا من ثلاث اجيال وده اللي اتعودنا عليه دايما في النادي الاهلي انه في جيل بيسلم جيل في بقى من مش عايز اقول اسماء عشان ما اغلطش وانسى حد لكن في طبعا ناس عظماء كتير جدا وسلموا الرايه لناس تانية وبرده الناس التانية انجزت والناس ثالثه ورابعه وخمسة وهكذا. ف ده اللي حافظ على ان النادي الاهلي فضل عظيم دائما في 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 علم التسويق دايما يقول لك ايه انه العلامه التجاريه دي لازم تبقى فور ايفر يعني ايه يعني دايما متجدده متجدده باولادها متجدده بشبابها متجدده ببطولاتها الاهلي طبعا اسم كبير وعلامه تجاريه ضخمه جدا على مستوى الدولي وقد تكون الاكبر على الاطلاق على المستوى الافريقي والاقليمي وهدفنا الاول احنا كشركه هو الحفاظ على ده وده بيجي من البطولات واحنا مدركين ده كويس جدا جدا خليني الاول عشان الامور ما تتلخبطش لان في بعض اللبث في الشركه وايه هي الشركه الشركه دي مملوكه حاليا للنادي الاهلي 100% طبعا قد يكون عن طريق بعض فروع النادي الاهلي او الشركات المنبثقه من النادي الاهلي لكن هي مملوكة 100% للنادي الأهلي هذا لا يمنع أن احنا فترة من فترات قد يكون أن احنا هنبيع جزء من أسهم هذه الشركة طبعا لازم نبقى حريصين جدا في اختيار التوقيت فلازم تبقى الشركة ربحانة كويس قوي عشان تعود بعائد أفضل يدينا من السيولة النقطية أنه النادي الأهلي يقدر يحافظ على بطولاته ويبقى نادي قرن لمدة القرنين الثلاثة اللي جايين طبعا احنا مش هنبقى موجودين لكن الأجيال, الأجيال اللي بعدينا زي ما بقول يحق للشركه بيع الاسهم لكن حتى 49% بحيث النادي الاهلي على اقل الايمان هيبقى عنده 51% في الشركه. وعشان اوضح اكتر الجمعيه العموميه بتاعت هذه الشركه احنا مجلس اداره لكن الجمعيه هي مجلس اداره النادي الاهلي فهو في الاخر اللي بيتحكم في الامور يعني. بانشاء الشركه لما نكمل المفروض ان يتنقل كل ما يخص كره القدم الى الشركه بدايه من البراعم الاكاديميات قطاع الناشئين وطبعا الفريق الاول وتتولى الشركه اداره والتعامل مع كل ما يخص كره القدم من معاملات بقى ماليه قانونيه تسويقيه بما في ذلك العلامات التجاريه الخاصه بكره القدم طبعا وحقوق البث تذاكر المباريات ومنصات التواصل الاجتماعي وحقوق الرعايه الى اخره ولكن طبعا عشان الشركة تتمكن من إدارة هذا الصرح الكبير كان يجب أن يتم ذلك على مراحل ليه ما نقدرش النهاردة نلخبط يبقى في مركب لها رئيسين في فترة من فترات هيحصل التباس وقد يؤثر بالسلب على نشاط الكورة فطبعا ده اللي احنا مش عايزينه فاتفقنا وعرضنا على مجلس الإدارة أنه احنا بنستلم الشركة بعد أربع مراحل وفي كل مرحلة محددين هنعمل فيها إيه وهسرد لكم ده دلوقتي لكن الاربع مراحل دول كل مرحله هي ربع سنويه فعشان ما اطولش عليكم يعني من واحد سبعه ل لاخر تسعه ومن عشره لاخر السنه ويناير مارس وهكذا لحد يونيو بحيث ان احنا نستلم نشاط الكوره والشركه تبقى اوبريشنال 100% في في ان شاء الله 1/7/22 طيب خلينا نخش بقى في ايه المراحل وهنعمل ايه بالنسبه للمرحله الاولى هي بدات بالفعل ابتدينا قبل واحد 7 بشويه ابتدينا في في الاواخر شهر 6 وحتى شهر 9، تركزت حوالى حول الاطلاع على العقود موقف المالي لقطاع كره القدم تم خلال العمل المكثف مع اداره النادي والمسؤولين داخل قطاع الكره المختلفين واللي هيبقوا بالتبعيه ضمن هيكل الشركه فيما بعد. وقمنا باختيار ممثل قانوني للشركه وايضا مكتب محاسبه او مراجع حسابات فدول خلاص دول عيناهم وهم شغالين معانا في الفترة الحالية ومع بداية المرحلة الثانية اللي هي برضو بدأت فعلا اللي بتنتهي بنهاية العام بدأنا مراجعات القانونية لوضع الشركة وكذلك بدأنا مراجعات المالية والفحص النافي للجهالة يعني احنا بنستلم كل حاجة بفحص نافي للجهالة عشان يبقى اصول الشركة محددة ومظبوطة مية في المية يبقى ده الميزانية الافتتاحية فلازم عشان نقدر نعمل ده لأنه كثير جدا من الـ الـ اللي موجود في الشركه طبعا كله موجود النهارده في النادي الاهلي فعشان ناخده لازم نعمل هذه الدراسه النفية للجههاله بيتم اجتماعات مستمره مع ادارات النادي المختلفه وكذلك بدا بدانا بتقييم الموارد البشريه التي لدينا حاليا الموجوده في الادارات المختلفه وايه الخبرات الاضافيه اللي هنحتاجها في الهيكل النهائي لما نوصل له وهرجع للحته دي تاني في الاخر وحاليا بيتم نقل ملفات التسويق وحقوق البث وصلنا لمراحل متقدمة في نقل ملفات التسويق وحقوق البث زي ما قلت وكذلك نقل الملف الإداري كاملا وتولي مسؤوليات قطاع الناشئين وبيتم في المرحلة دي نقل ملفات فريق الكرة تدريجيا في إطار موازي المراجعة الحسابية لقطاع الكرة وخلال الفترة القادمة سيتم التعامل مع الجهات الخارجية مثل اتحاد الكورة واتحاد الافريقي والفيفا وغيرهم كثيرا وسيكون لأول مرة دور للشركة في تعاقدات الفريق الأول اللي هتتم في نافذة الشتاء فدي هتبقى أول تدخل لنا ووفق استراتيجية مبدئية سيتم تجربتها في يناير بالاتفاق مع الكابتن محمود الخطيب إن شاء الله أما المراحل الثالثة والرابعة فهي فترة تجريبية للشركة بعد أن يكون تم نقل أصول القطاع بالكامل إلى الشركة. وكذلك ستتخذ الشركة كل القرارات الإستراتيجية والمحورية ويتم فيها تنظيم إنتقالات اللاعبين والأجهزة الفنية لتبدأ الشركة في تحمل المسؤولية كاملة زي ما قلت بداية من 1/7/2022 ربنا إدانا عمر إن شاء الله. وهنا عايز أنوه على حاجة هامة جدا عشان محدش يتخوف إن الهدف الأول والاساسي للشركه هو دوما ودائما الفوز بالبطولات وفوز البطولات دي نحط تحتها 1000 خط يعني الشركه دي مش جايه عشان تعمل فلوس فما تجيبش بطولات دي نظره قصيره الاجل جدا وفي الاخر بتؤدي الى فشل وأدت الى فشل في كثير من الامثله اللي موجوده في العالم وسيكون هذا الهدف بالتوازي مع تحقيق ارباح للشركه وبحيث في خلال اربع سنوات ستجمع الشركه بين الفوز بالبطولات وأيضا تحقيق ربحيه تعود بالعائد المالي اللائق المناسب لكيان مثل النادي الأهلي. وعشان نوصل لده احنا بندرس حاليا أفضل الأنظمه العالميه الحديثه في كافه أنواع ما بين شراء لعيبه ما بين طريقه في الإداره ما بين كل ما هو جديد في العالم بندرسه وبنقارنه وبنشوف إيه اللي يتوائم مش شرط كله لكن بنشوف إيه اللي بيتوائم معانا في مصر. وسنقوم بوضع هيكل تنظيمي بعد انتهاء فريق الموارد البشريه اللي شغال حاليا مع الناس بيعمل اسسمنت على الافراد في الاجهزه ومين ايه يعني بيعمل تحاليل حاليا بيعملوا عمليات تقييم آه فده كده حاولت يعني انا اسف طولت عن الفتره اللي كان كان مسموح لي بخمس دقائق عديت فانا اسف لو طولت عليكم قبل ما اختم عايز اتوجه الحقيقه بالشكر كابتن محمود خطيب مجلس اداره النادي الاهلي على الثقه الغاليه دي وليا ولزملائي اللي انا بقول ان انا يعني بشرف بتشرف ان انا قاعد معاهم على ترابيزه واحده في مجلس اداره شركه النادي الاهلي وشكرا لكم واحنا كمان الحقيقه بنتشرف جدا جدا بالاستاذ ياسين منصور واحد من ولاد النادي الاهلي زميلنا زمالنا يعني كان واحد أحد زملائنا في مجلس إدارة لفترات ياسين الحقيقة يعني شخصية عقلية اقتصادية كبيرة جدا بس اللي أنا الكلام المشترك ياسين بيه النهارده قال حاجة إحنا مش متفقين سوا إن إحنا كلنا النادي الأهلي دوت هو عظمة الأهلي الأجيال بتسلم بعض عظمة الأهلي إن إحنا كلنا بنزوق المركب ده ده نفسه كلام ياسين بيه منصور ويمكن برضه مع ياسين إحنا اتفقنا زي المراحل اللي هو هيستلم فيها او ان الشركه هتستلم فيها لكن احنا السنه دي الدوري هيبقى فيه توقفات كتير فانا لما يرجع انا كان كنا نتكلم ان هو امبارح بالليل لما يرجع ان شاء الله ممكن من يناير تتفعل الامور اسرع شويه برضه بالتنسيق مع النادي لغايه ما الناس يقوموا بدورهم الكامل اللي هو في النهايه مصلحه النادي الاهلي واحنا كمسؤوليتنا كمجلس اداره واي مجلس اداره جاي ينجح الشركات دي لان ده امر مهم جدا ده مستقبل استثماري كبير للنادي الاهلي